أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. إذا يعني سيد عوض، في ظل فشل جميع المبادرات والجهود، برأيك هل ستنجح اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للجبهة المدنية لوقف الحرب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان؟ أولا لو شاهدنا المشهد السوداني منذ اندلاع يعني ثورته ضد نظام البشير، هنلاقي ان في قمع او تعمد لانهيار اي سلطه مدنيه او اي طرق او حلول مدنيه يتم افشالها بطريقه او باخرى. الحلول المدنيه دائما تسقط سريعا على يد يعني النزاعات المسلحه في السودان، دائما ما يتم فشلها او افشالها بتعمد بعض الأطراف المسلحة. الأزمة السودانية يعني منذ 56 السودان يحكمها نظام عسكري بحت، يعني القوى المدنية دورها هش ضعيف دائما غير مؤثر بشكل أو بآخر خلال التحول السياسي في السودان خلال طول المدة السابقة. فالحلول السياسية أو المبادرات التي تحتضنها سواء أديس أبابا أو جدة أو القاهرة أو غيرها لن يكون هناك نجاح لها إلا من خلال تواجد واتفاق عسكري بضغوط دولية وإقليمية حقيقية من أجل احتواء أولا الأزمة الإنسانية في السودان التي تأتي في المقام الأول. هناك اختفاء قسري يعني وصل مؤخرا إلى حوالي 715 منذ اندلاع الأزمة في منتصف أبريل الماضي. كل هذه الكوارث الإنسانية في المقام الأول، لكن انتهاء الحرب وتعويل القوة المدنية، هناك كان إجهاض لحكومة مدنية في وقت سابق في أواخر أو في شهر أكتوبر من عام 2021. وأيضا هذه الإجهاضات أو غيرها تم الاتهام بين القوى المسلحة التي تتنازع في السودان بين الجيش الوطني السوداني وبين قوات الدعم السريع، كل منهما يعول على دعم الديمقراطية، يعول على حقوق الشعب السوداني. ربما الطرفين يعني مثل شكل كبير من الانتهاكات في حقوق الشعب السوداني بطرف أو بآخر. طيب أستاذ عوض، يعني أنه ما لم تتوقف الحرب، لا السلطة ستعود إلى المدنيين ولا الوضع الإنساني سوف يشهد تحسنا، فيعني ماذا يمكن للقوى المدنية أن تفعله لضمان وقف الحرب أو التخفيف من كلفتها الإنسانية؟ عاوز اقول لحضرتك كلام حضرتك مظبوط بالنسبه لل يعني السيناريوهات المتوقعه في السودان. ان لم تتوقف اطراف الحرب بشكل كبير لن يكون هناك هدنه، ستكون هناك مزيد من المآسي من الكوارث الانسانيه والاجتماعيه والصحيه وغيرها في جميع نواحي السودان، الذي يشهد يعني معتركا سياسيا وعسكريا صعبا للغايه وانقسامات تزيد وتعمق يوما تلو الاخر. القوى المدنيه الذي تفعله الآن هي التواصل مع أطراف دولية، لأنها لا تملك القوة على أرض الواقع، لا تملك حتى التواصل بشكل قوي أو ضغط قوي على يعني أطراف النزاع في السودان حتى يستجيبوا للمطالب. كان هناك الإطار أو الاتفاق الإطار التي تم وضعه والتوقيع عليه في أواخر العام الماضي لم ينفذ، وكان مشارك فيها قوى مدنية كبيرة، لم ينفذ على أرض الواقع حتى يومنا هذا، بل نشب بعده في يعني أقل من 5 أشهر نزاع مسلح يعني قضى على هذا الإطار. حتى اتفاق جدة يعني بالرعاية الأمريكية السعودية لم يتوصل إلى حل حقيقي على أرض الواقع، وانسحب يعني فريق الجيش السوداني من المباحثات التي لم تكتمل. عقبها بعد ذلك يعني اجتماعات في أديس أبابا، اجتماعات دول الجوار هنا في القاهرة، كل هذه الاجتماعات لم تأتي يعني ثمارها على أرض الواقع ولم تحقق نجاحا ملموسا يعود بالنفع أو حتى وقف الحرب نعم بشكل طويل الأمد كليا حتى يمنع السودان الشقيق من نكباته وأزماته. أضيف إلى حضرتك أن النزاعات المسلحة التي انطلقت في عدد من دول الجوار والانقلابات العسكرية في النيجر والجابون والوضع المتوتر في ليبيا والتشاد وغيره، كل هذه الملفات تؤثر بشكل كبير وتزيد من تعمق الأزمة السودانية يعني وتطيل من أمدها إلى شكل أكبر. اللي أنا يعني أضيفه كليا أن طول الأزمة السودانية يعني يزيد من يعني من الأزمات ويعقد من حلها نعم بشكل كبير جدا.
المجتمع الدولي أيضا ليس لديه رغبة حقيقية في إنهاء الصراعات في دول القرن الإفريقي ودول الشرق الأوسط. المجتمع الدولي ما يعني ومبعوثه يعني المبعوث الأممي في نعم كل من السيد هذه عوض، الدول. وضحت الفكرة، واعذرني على المقاطعة، لم يتبقى لدي المزيد من الوقت. كان معنا من القاهرة عوض محمد عوض، كاتب ومختص في الشؤون الليبية والإفريقية، أشكرك جزيل الشكر.